السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع النهاردة، أنا دخلت من الباب لسه بدخل، لقيت البيضة في الأرض بالمنظر ده، الباب في الطريق كده زي ما انت شايف كده. طب هنعمل في البيضة دي ايه؟ في ناس يقول لي ينفع يتنقل البيضة، في ناس يقول ما ينفعش، هما الاتنين صح، لكن احنا هنشوف ايه الصح بقى اللي ما بين ده وبين ده، هو ده صح وده صح، مش عايزين نكذب حد يعني حضرتك، بمعنى ايه ان هو ده صح وده صح، يعني ما ينفعش اني اجي انا عايز اقرب مكان انقل في البيضة، الاقرب مكان هتنقلها فين؟ جنب الحيطة دي. شوف مفيش هنا مكان ينفع، اقرب مكان ينفع المكان ده، ده اللي انا عايز اوصل ليه، لكن ما ينفعش ممكن الحمامة ما تنامش عليها. طيب ايه الصح؟ هنشوف. طيب هي البيضة هنا، البيضة زي ما هي كده 10 سنتي او حاجة كده، خلاص تمام. سبتها بعد ساعتين، سبتها هي الحمامة، خلاص انا شايف الحمامة رقد عليها، انا شايف الحمامة رقد عليها، او هنحط مكانها بيضة بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين، وده يكون الافضل زي ما احنا عملنا قبل كده، نحط مكانها البيضة البلاستيك ونسيب دي لحد ما البيضة التانية تتباض. هو ده طبعا البيض البلاستيك، اهو البيض البلاستيك اهو، فاحنا هنشيل البيضة دي عشان نحافظ عليها ونحط لها البيضة البلاستيك، تمام، علشان لو الحمام يتعرض لها في الطريق في خطر ما تتكسرش. طيب بعد ساعتين او لما تطلع تاني عند الحمام، ان كنت بتطلع مرتين او بتطلع مرة او بتطلع 3 مرات، كل ما هتطلع تعمل كده، هي طبعا البيضة التانية هتتباض بعد يومين، احنا هننقل كل ما نطلع حبة صغيرة كده، تمام، ونطلع تاني الحيطة اهو، قربنا للحيطة اهو، هنطلع تاني كده، قربنا اكتر، كل ما هنطلع كل ما هننقل، ونظبط لها القش بتاعها تاني، الفرشة بتاعتها، ما زالت هي البيضة البلاستيك، تمام اهو، بعد كده قربت خالص خلاص لغاية ما وصلناها للمكان احنا عايزين نوصلها ليه، هتيجي تلاقي البيضة التانية اتباضت خلاص، يبقى باضت البيضة التانية، نقوم نعمل ايه؟ بنرجع لها البيضة الاصلية بتاعتها، اصبح معاها يبقى فاضل، احنا مش عايزين نسيبها كده خايفين عليها برضو، هنسيبها برضو بالتدريج، يعني ما تحاولش، الموضوع مقصود بيه ان انت ما تغيرلهاش بالتدريج، ممكن تحجز لها بحتة طوب كده وترمي حواليها قش من بعيد كده، تسيب القش من بعيد هي تلمه وهي تفرشه، تمام. انا خايف اكتر، لسه مش مطمن برضو، بس كل ده والحمامة كل يوم انا بتابعها، لسه البيض سخن، تمام، ممكن الموضوع ده تفضل تعمل فيه لغاية 4 ايام. طيب لسه خايف على البيض، اعمل ايه؟ ممكن اجيب كرتونة واحطها، خلاص هي الحمامة اتعودت على مكان البيض، ممكن معايا كرتونة زي كده اهو، كرتونة زي دي، بجيبها واشيل البيض واحط الكرتونة، طالما هي عرفت مكان البيض بعد يومين بعد 3، المهم ما فاجئش الحمامة، الموضوع ده ممكن ياخد معايا وقت شوية في نقلها، لكن الصبر حلو كده، نامت، وما خليش الكرتونة برضو في خطر، حط حاجة تسند الكرتونة، او احط دي كده كمان تتقل الكرتونة، تمام كده، يبقى انا ضمنت ومتأكد ان هي مش هتكسر البيض، او ان هي مش هتترك البيض، وكمان نسيب لها قش انها تفرش، انا بفرش الحمامة، انا برمي له القش على الارض وهو بيفرش، يعني ارمي القش كده هو قريب منه، بياخد القش يحدفه كده ويفرش زي ما هو عاوز،
هنيجي نتابع نلاقي الزغاليل فقست، تمام، والزغاليل بتكبر، بسم الله ما شاء الله كبرت الزغاليل. يبقى بالطريقة دي اللي احنا عايزين نقوله ان انت ما تنقلش البيض نقلة مرة واحدة، تنقل البيض، ممكن تنقل البيض كل يوم او كل مرة بتشوف البيض تنقله 10 سنتي بس من مكانه، تمشيه شوية 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 شوية، تقدر تعمل اللي انت عاوزه لكن بالتدريج. المهم الحمامة ما تتفاجئش ما تلاقيش البيض، تيجي الحمامة باضت قوم حضرتك نقل البيض مرة واحدة، تيجي تدور على البيض ما تلاقيهوش، مش تعرف مكانه. المهم ان هي تكون تعودت ان انت بتنقله من هنا لهنا، تبقى ما تلاحظش ان انت بتنقل البيض. ده المقصود من الموضوع. فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.